شكرا معالي الرئيس. قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. الله اكبر. سوق الحراج هذا سوق قديم جدا، يعني انا اعتقد هذا يمكن صار له اكثر من 100 سنة او اكثر بعد. يعني هذا الارث المفروض، ارث السوق الشعبي، سوق المقاصيص، سوق الحراج، هذا المفروض الدولة ما تتخلى عنه، خصوصا اذا كانوا في اسر وبياعين لهذا السوق متواجدين لغاية اليوم، يمتهنون بس هذه الشغلة، ما عندهم شغلة ثانية. معالي الرئيس، 3 سنوات من بعد ما صارت الكورونا توقف هذا السوق، راجعوا الجماعة اللي يعني أصحاب الفراشات، راجعوا أكثر من مرة البلدية، مع الأسف البلدية ما قاعدة تتجاوب وياهم، وإذا تجاوبت يوم الرد الوحيد اللي تقول عليهم إنه الأرض أخذها مستثمر. طيب الأرض إذا يأخذها مستثمر، مو المفروض إن المستثمر يستثمر الأرض 3 سنوات والأرض كي باقية؟ أنا ردي اليوم على أي طرف أو أي جهة لقطع أرزاق هذين الناس اللي بالأساس يومين في الأسبوع يمارسون مهنة الحراج أو البيع، هي يوم الجمعة ويوم السبت. احنا لما نتكلم عن الغالبية العظمى مالت اللي يبيعون، معالي الرئيس، هم كبار سن متقاعدين بحاجة انهم يمارسون هذه المهنة، وبحاجة الى الدولة تعطيهم من الدعم اللي المفروض توفره. سوق المقاصيص او سوق الحراج كانت في المنامة، وكانت تطلق عليها عدد من المسميات باسامي الاسبوع، كانت يوم اسمها يوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة. فاليوم احنا لما نجي نتكلم عن يعني هذين الباعة، نتكلم عنهم بكل امانة معالي الرئيس. اليوم احنا لما نتكلم عن هذين اللي قاعدين يبيعون اليوم انحرموا من انهم يكونون متواجدين بعدد من الاسباب. اسباب يقول لك في حيوانات منقرضة قاعدين يبيعونها ومخالف او لاخر من الامور. احنا نعرف ان هم ما قاعدين يبيعونها بالسر، هم يبيعونها بالعلن، فيعرفون القوانين وملتزمين فيها معظمهم. اذا جاء واحد خالف مو معناته انك انت تخالف الكل. احنا اليوم من هذا المنبر معالي الرئيس نطالب الحكومة الموقرة بتوفير ارض او ارجع ارض مدينة عيسى على اساس ترجع السوق الشعبي، سوق الحراج، سوق المقاصيص، على اساس العوائل اللي اليوم تضررت من هذه، من اغلاق هذه السوق واخراجهم منها يرجعون اليوم. معالي الرئيس، شكرا.